السلام عليكم، شكرا شباب، ان شاء الله بخيركم. على العراقي من قناه دراجوني راك، وياكم حلقه جديده. طبعا اليوم جايب لكم فلوق جديد، واليوم حلقه بمناسبه اليوم الملك الجديد. طبعا هسه انا بطريقي رايح للاحتفال بيوم الملك. طبعا خرب انه هذا، بس لا واحد ما قام فاتيحه. هذا شنو هالماركه؟ هاي مال اوبل، هاي لا، اي والله هاي كنا، هاي السيارة. لا ثواني، اي هاي مو هي، هاي مال هاي السيارة الاوبل. اشوف اجربها، اقدر افتحها. شرف فتحت، والله فتحت. والله حلوة. هلو، هذا جالس اسوق مع الولد. هاي شنو هذا؟ هذا اني يا اللي تقشمر بالبقله وخير يتقشمر، ترى هذا اني واي قرعتي، هاي سيارتي. اللي تقشمر عليكم والله خليه يعترف، ترى قشمرته. المهم طبعا اليوم عيد الملك، وهاي السياره مالتي اللي اشتريتها جديده، كرسي اطول اللي ورا الغراض، وبعد اذا انظف فيها السياره. الحمد لله والشكر جدا جدا نظيفه، موديل 2002 اوبل استرا. اوكي خلي هاي القاعده هنا، حتى القاعدة هنا صايرة حياتها، هاي القاعدة، مو قاعدة الديجيتال. اقصد قاعدة ايش اسمها، اوكي هاي هيجي، اها بعدين نقفلها. المهم هاي هي السيارة ماتي الجديدة، شلون الحلوين. المهم طبعا هسه قبل ما نطلع بالطريق خل اوريكم شويه هاي السياره. الحمد لله وشكر جدا جدا نظيفه، شفتوها انتم من برا، وراح اصوركم من برا همين من اطلع. نظافتها عاديه جدا الحمد لله وشكر، بس كم شغله بسيطه بيها يعني، وبس الحمد لله وشكر جدا حلوه. خلنا نشغل ونطلع نتوكل. هذا اي هذا سويش، لا هذا الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا قبصك الهدر. اوكي خلينا نحاول على الكاميرا الخلفيه. عليكم والله اللي تقشبرك اللي يقول تقشبرك. المهم شباب هسه راح نطلع ليوم اللاعب، يا لاعب قصدي يوم الملك. الملك هو يلعب لعب، بس اقصد يعني. يا رب ان شاء الله تقشبرتوا. المهم اوكي خلنا نطلع، هاي نخليها هنا، يلا حلو. اوكي نرجع لي ورا. اوكي كافي. اوكي ركنتها قبل البلديه، وهسه طفي جر هند بريك. لا تعيطين، ادري ادري تعيط تقول لي خلاص ابو عطوان كافي. والله العظيم فات شيء الحمد لله، بس هاي جلده اريد اغيرها، شيء بسيطه يعني ماكو مشكله الحمد لله، لا مشخوطه لا اسخام لا شيء، كل شيء تمام، كل شيء حلو وحلو وحلو. يا حلو ايش قد حلو رقمي. ناخذ السويتش، نسينا السويتش. اوكي انا احلى شيء عندي من ورا يعني، واكيد ان الشباب كلهم يحبون الورا يعني، اقصد سيارات او شو اسمه تحس فد شيء يعني، ها. فالحمد لله والشكر اني مرتاح متونس متونس
يس حبيبي متونس. هاي شنو هاي خشبة؟ وخري من سيارتي الجميلة. وخري ولا قلش ابقي. ولا قلش وخري وخرت. المهم خل نقفل. مو هنا نقفل. ثاني. حلو. تم القفل تم القفل. حلو قلبي. اوكي. حلو. نستودعك يا حبيبتي ونعود لك في موعد اخر. اوكي شباب هسه طالع اني ليوم اللاعب. يا يوم اللاعب مشلبت بهالسالفة اني يوم او ابويا واي واحد. المهم يوم الملك الحلو. اوكي نحن نسير الى يوم الملك الجميل. صاير كولب هناك هسه تلقاهم. هسا راح ادفع فلوس طبعا مال التأمين على السيارة. انا شفت غلطان بصراحة، مو بيجي 50 يورو كل شهر، لا مو لهالدرجة، تقريبا الضريبة الشهرية مال الدولة اضافة للتأمين يعني يوصل 80 يورو اللي هو تقريبا يعني تقريبا 100 دولار بالشهر او اقل. هواي منكم سألوني سؤال ايش تشتغل ابو عطوان؟ اني اشتغل بالسبوع يومياً بمعرض مال سيارات مال قرايبنا. زين فاجيب سيارات اودي سيارات اغسل سيارات مرات يعني شغلة عادية، ويومياً بالسبوع مو ذاك الراتب القوي بس فشي ماشي شغل يعني لا اكثر ولا اقل. صايرة كولبة جوا. هلو طبعاً عشان افوت من يم بيت اهلي حواليكم سيارة اهلي وشوفوا سيارتي. سيارة اهلي طبعا مازدا موديل 2000 يعني شوية تعبانة لكن بالنسبة لسيارات العراق جيدة. هنا شوارعهم نظيفة. ذلك ياخذونكم ضرائب ما الشارع كل شهر، حتى شنو يخلوك تدفع يعني تشتغل عليها. هاي السيارة مال اهلياتها، هاي المازدا واقفة قبال بيت اهلي. زينة والله حلوة. هاي ما اعرف هسه يوم الملك يوم الملك فاتحين دول التأمين لا ما ادري، بس خلينا نشوف. حلوين يلا. اوكي رجعنا لكم بعد ما تقربت بمسافة اكبر من المكان. دا يسوون تحضيرات ودا يسوون تلاحظون عبالك مخيمات مال لاجئين. طبعا هسه بالعاصمة بامستردام وغيرها تلقى مقلوبة الدنيا قلب. اعتقد منها صاير اعتقد منها. خلينا نروح نشوف. والله انا قاعد ومتونس. هذول لابسين دي الظهر مكو مسابقات بالفريقين اذا تلاحظون كل واحد لابس الزي مالته. جماعة الاصفر وجماعة الاسود المراقبين بالاصفر. اوكي ذولاك جماعة الشرطة ما ادري مجاري والله ما ادري. المهم اوكي راح اقطع هنا وارجع لكم بعدين لان دايد اطب لهذا المكان اذا فاتحين مال التأمين. يلا вот такую маленькую коляску надо было купить. عيد الملك الكل تلبس برتقالي هذا اللون لون الملكية الهولندية. какая штука. Да. Вот ты рекорды вообще говорил. О, давай сфоткаемся. Что это за денег? Давай. Ты во фиолик, когда ты... Ла-ди-д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 а-
اوكي شباب، طبعا هاي دفتر يعني بالسيارة بعد ما وصلت اهلي، راحوا للسوق نشوفوا قدامكم. الحمد لله السيارة يعني صوتها كلش ناصي، ما يسمع فيها كاتم للمحرك، يعني كاتم جو البنيد يصير، بحيث لما السوق ما تسمع صوت محرك، يعني نادرا ما تسمعه، هي سمعتها اصلا. يعني بصراحة السيارة كلش نظيفة، لكن فيها شغلات بسيطة مثل ما قلت لكم، يعني في شيء مرتب. ان شاء الله اليوم انا واخوي ليث، طبعا جبت سيارة هلا شباب. هسه راح نروح للبيت نقعد، بعدين نريد نصور لنا فد لعبة رعب محضر الليث. انا ادري هو يحب الرعب، انا اكثر من احب الرعب. المهم هاي البط ايش يسوون؟ قاعد يتفرجن. المهم زين، اكو شغلات بسيطة شو راح ادل مصلح، يعني مو ما عندي عطل، بس يعني اريد شك وشخطة بسيطة صغيرة او فدشي، يعني سيارة من فيها فيها يعني مش هواية ترجع لوك بالباكيت، لكن شوية تكلف فيمكن انتظر شوية. المهم الله كريم. اوكي شباب، نشوفكم ان شاء الله بفلوق جديد. باي.